الموضوع من عمان تنضم لنا مراسلة أخبار الآن لنا عفانة وهي متواجدة في المؤتمر. لنا ما هي أجواء المؤتمر إلى الآن؟ ما الذي حصلت عليه من معلومات من قبل المشاركين في المؤتمر؟ من هم فيما يخص أيضا المنظمات الإنسانية؟ من منهم متواجد؟ نعم خديجة، المشاركون هم من مختلف الفئات الحقوقية والناشطة في مجال حقوق الإنسان. هناك أيضا الكثير من الجهات الإنسانية التي تعمل في المجال الإنساني. نعم لنا الكثير من الجهات الإنسانية التي تعمل في المجال الإنساني. المؤتمر عبارة عن مجموعة من الحلقات النقاشية التي تهدف إلى تبيان ما يحدث في اليمن ومسؤولية الحوثيين في اليمن. طيب مشروع القرار، يعني بحسب المعلومات التي استطعت الحصول بها إذا ما كنت تحدثت مع أحد المسؤولين، إلى أي مدى سيتم اعتماد هذا المشروع وهذا القرار باعتبار الحوثي وجماعة الحوثي حركة إرهابية؟ المؤتمر والحاضرون في المؤتمر يتمنون الوصول إلى فعليا أن يصبح هذا قرار، وبالتالي هو لا يزال مشروع قرار، ولكنهم يتمنون أن يصلوا إلى جعله قرارا فعليا لكشف ممارسات هذه الحركة ولأيضا مقاضاتها عما فعلت، ولكنه لا يزال هم يتوقعون أن يتمخض عن هذا المؤتمر أن يصبح أن إقرار هذه الحركة كحركة إرهابية. طيب لنا، هل من خلال ما تم عرضه ومناقشته في جلسات المؤتمر إذا ما أخذت معلومات، هل هناك توثيقات تم عرضها عن ممارسات الحوثي ليتم أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهات الحقوقية لكي يتم اعتماد مشروع هذا القرار؟ بالطبع تم العرض الكثير من المشاريع الإعلامية تم عرضها، وتناولت الحوثيين وماذا يفعلون بالأطفال من تجنيد، وماذا يفعلون بالنساء على وجه الخصوص من تجنيدهن، وأيضا من تعاملهم مع النساء بتطرف وبوحشية في كثير من مناطق ومحافظات اليمن، وتعاملهم مع الأطفال أيضا على وجه الخصوص، وكمان التجنيد إجباري، تجنيد الكثير من سكان اليمن تجنيدا إجباريا وجعلهم مفخخات لتحقيق أهدافهم الخاصة. شكرا لك لنا عفانة مراسلة أخبار الآن متواجدة في المؤتمر اللجنة التحضيرية أو المؤتمر التحضيري لمشروع قرار اعتماد وتصنيف حركة الحوثي حركة إرهابية. كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك لنا.